لكن المهم بكره ان شاء الله، ورساله لعيبه المنتخب، انت بتلعب باسم بلد كبير جدا، باسم منتخب مصر، وده ليه احترام كبير جدا. المنتخب السنغالي اول تلت ساعه كان متوتر جدا في القاهره، بيحترم جدا المنتخب المصري، كان لازم في الوقت دوت بعد ما جبنا جون بعد 4 دقايق كنا لازم نتواصل زي ما بدأنا المباراة، ضغط عالي وبيبقى عندك الاستحواذ وعندك القوة والسرعة وتبدأ تهدد، وكان ممكن جدا نحرز الهدف التاني. لكن خلاص مش هنتكلم على المباراة اللي فاتت، المباراة انتهت، لكن كل الأمال على مباراة بكرة إن شاء الله. مباراة بكرة إن شاء الله زي ما بقول لحضراتكم مباراة تاريخية إن شاء الله بإذن الله. التعادل يفيدنا، حتى الخسارة بفرق هدف واحد يعني 2-1 إن شاء الله يأهلنا. أنا متفائل على المستوى الشخصي، متفائل لأن إحنا عندنا قدرات نقدر نحرز هدف، وده مهم جدا في المباريات اللي بتكسب فيها 1-0 على أرضك، إنك تحرز هدف إن شاء الله بإذن الله. متوقع إن المنتخب المصري هيحرز هدف بكرة، تصعب الأمور جدا جدا على المنتخب السنغالي. لكن عشان تحرز هدف ليها خطوات وليها يعني عوامل إن شاء الله بإذن الله. الجهاز الفني بكرة واللعيبة إن شاء الله تكون على قدر المسؤولية، وزي ما بقول لحضراتكم مهم جدا للعيبة منتخب مصر، ما تخافش، أنت عندك الأولوية، أنت لعيب على مستوى عالي جدا، أنت لعيب بتمثل بلدك في يعني في خطوة مهمة جدا جدا في تاريخ بلدك. جمد قلبك، طلع كل اللي عندك، ما تخافش، حتى لا قدر الله لو جه فيك جول أنت كمان عندك فرصة كويسة قوي لآخر دقيقة في المباراة تحرز هدف وتتعادل، لا قدر الله، لا قدر الله حتى في نتيجة 2-0 أنت عندك لآخر دقيقة عندك أنك تجيب جون وتتأهل. فكل دوت يدي طمأنينة شوية لفرقتنا إن شاء الله بكرة ولاعبتنا، ونشوف روح قتالية زي ما شفناها في أمم أفريقيا، زي ما شفناها في آخر ربع ساعة في المباراة اللي فاتت. وصدقوني يعني ساعات الروح القتالية والإصرار والعزيمة وإنك بتلعب تيم وورك واحد بروح الجماعة دي يعني بتعوض شوية النواحي الفنية لو كان الفريق اللي قدامك فنيا أعلى على المستوى الفردي أو على المستوى المهاري.